بسم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السوهاجي ورجعنا لكم تاني في الجزء الثاني من شرح يونت 4 كتاب جيم على بركة الله يا أولاد لو أول مرة تزوروا قناتي اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس في ناس كتير بتنسى تعمل لايك للفيديو يلا يا أولاد نتعب علشان انتوا تنجحوا وانتوا برضو تنجحوا القناه تنجحوا مع بعض. على بركه الله يلا بينا نروح كتاب جيم تمام يا اولاد ليسن 3 اند الكلمات ثم الكلمات يا اولاد اللي عنده كلمات بيعمل كل حاجه. على بركه الله بنحل معك وتشوز بالنسبه للدايرك والسيتويشن وري رايت انا كتبت يا اولاد علشان وقت الفيديو اوكي وحللي الفقره دي نراها معاكم دولفينز ار فريندلي الدلافين حياه مف... ودوده فريندلي انيمالز يبقى يا ولاد سي انيمالز وات ار يو انترستد يبقى انترستد يا اولاد بيجي معاها ان انترستد ان مهتم بي the path الطريق was to for two people to walk together اثنين من الناس يمشون سويا so one of them walked first the path الطريق كان نار ضيق اوكي هنا على بركة الله حلوهم هو my brother the piano from when he was اه يا اولاد he was كان عنده خمس سنين الكلام ده في الماضي يا اولاد played my father used to ابي اعتاد ان wake up يستيقظ at 7 am 7 صباحا in the morning I first اول مره ماي وايف وين وي وير لما كنا عندما كنا اي فيرست ميت الماضي من ميت نكمل احنا في كتاب جيم وصلنا صفحه 200 200 نبدا الاسئله يا اولاد 36 37 238 على بركه الله بسم الله الرحمن الرحيم I had a terrible last night الليلة الماضية while I was sleeping كنت نايم I saw a dangerous dog رأيت كلب خطير chasing me واضح ان احنا كنا يا اولاد dream حلم Mazen's father does not know the way to the beach لا يعرف الطريق الى الشاطئ so he can follow us قولو يتبعنا The thing is that he wouldn't take كان سوف لا يقوز any money from me I am very happy مش ياخذ مني فلوس The amazing thing Number four We are going to uh, نحن ذاهبين الى Would you like to come be no I don't like music so much. رايحين البارك؟ لا، احنا رايحين كونسيرت يا ولاد حفلة موسيقية. She's deaf and dumb. deaf, أصم. Uh, dumb, up, come. be silent يا ولاد. and communicates وتتواصل using sign language لغة الإشارة. sign, I'll be silent. ذا is very green in spring أخضر جدا في الربيع من عندنا في الربيع يا ولاد countryside the countryside الريف بتساوي كلمة the country الريف I found it hard to stay I slept at once أنا وجدت أنه من الصعب أن الواحد ستاي أو أويك مستيقظ أويك she's writing uh, to her first novel روايتها الأولى هتكتب sequel تكملة my little brother is interested مهتم interested in مهتم بريدنج adventure stories قصص المغامرات

for the night at a hotel in the town. يتوقف للراحة ليلا. I joined a school. أنا التحقت بمدرسة خاصة بمين يا ولاد for the deaf people للناس الصم. Time to practice. أنا بصفحة كام يا ولاد. 239 he was four days in the desert. آه ah, تاه يا أولاد هو ضل الطريق lost و lost like many young people مثل شباب كتير أزا and her brothers وإخواتها really care about يهتموا ب the environment البيئة number three my sister has learned أختي تعلمت Two new languages since she منذ أن هي أولاد left school تركت المدرسة. Loud noises الضوضاء العالية كان animals and birds. الضوضاء العالية يمكن أن scare تخيف animals and birds. 5. I've just the local tennis club. انا انضميت يا جماعه لنادي التنس المحلي ذا فيلا هاز اتس اون بيتش لها برايفت بيتش يا اولاد ملكيه خاصه يملكها شخص لكن سبيشال خاص مميز بمجموعه افراد ذا is a scary sea animal شارك حيوان بحري مخيف ذا floated away down the river ايه عندنا يطفو يا ولاد في النهر raft raft قارب صغير he traveled along the nile هو سافر عبر النيل in a canoe زورق طويل for real indian food عايز تاكل اكل هندي جاهز follow اتبع these recipes recipe يعني وصفة يا أولاد I use to help Judy help يا أولاد ما لناش لعوة باللغة العربية ممكن تفكروا إن هي إن بساعد جودي في الواجب بتاعها لا يا أولاد help في اللغة الإنجليزية بتاخد with help with I always أنا دائما sorry say sorry أقول sorry when I make a mistake عندما أخطئ نهلة is not here this week because she has gone to France. راحت فرنسا خير يا جماعة for للأجازة من أجل الأجازة for a holiday. أوكي يا أولاد. Last year واضحة العام الماضي. إيه اللي حصل العام الماضي؟ The people at the aquarium

he met who died met yani madi he played i to new york last christmas on madi ya last i flew number 6 i tennis 3 times this week and it's still only wednesday i ana mish this week i have played وفي إز يا ولاد، it's ما زال، it's still. seven، what shall I do now؟ أنا لسه مخلص. I've finished، I have finished. I am very hungry. It's 11.30. And I anything today. Yet، آه، uh, yet هي يا ولاد اللي جابت لنا الحل. تبع من كلمات المضارع التام I haven't eaten my father in a bank for 10 years. Then he became a computer programmer. عمل في بنك work، هي أولاد became ماضي، الحدوتة كلها ماضي. بعد كده complete the sentences with the correct form of the word. Jenna never the present perfect tense جانا لم تفهم never understand فعل غير منتظم في ناس تقول افعال شاذه لا يقبل اضافه ايدي فين يا اولاد عشان never عايزين has never والتصريف الثالث يبقى has never understood تصريف ثالث I live in Aswan when I was young عندما كنت شاب أنا عشت خلاص أنا حاليا مش في أسوان I lived فعل منتظم يقبل إضافة دي لأنه انتهى بإي e. I read the six books this month هذا الشهر I have read يا أولاد التصريف الثاني والثالث هي read ولكن إحنا نطاقها read I have read six books this month I started playing the guitar when I was five. Rewrite أعد كتابة الجملة. Since اللي هيجيب كلام يا أولاد يحكي لنا هيشيل مين. Since مكان وين؟ Okay. طيب عرفنا since مكان مين. Since من كلمات المضارع التام ما هو المضارع التام؟ The present perfect يا مستر ما تكوينه؟ Have or has plus past participle. تعالوا نطبع الكلام ده اولاد اي يبقى ستارتد شكرا انك انت تبع وين وتبع الماضي الوسيط انا اخلي الجمله في زمن المضارع التام بسبب سينس اي هاف بلايد التصريف الثالث من بلاي ذا جيتار سينس اي واز فايف اي لاست انا اخر مره I haven't seen Ali, لم أرى Ali since we were at school. تمام يا أولاد؟ نفس اللي حصل هنا العكس أنا أقول لها شكرا since شكرا للمضارع التام والجملة هتبقى في الماضي البسيط بسبب I lost آخر مرة I lost عايزين سي يا أولاد التصريف الثاني منها so عشان تبقى ماضي بسيط شكرا مهم جدا يا أولاد نحافظ على المعنى I last آخر مرة. أنا saw Ali إمتى يا أولاد when عندما we were at school. I visited my grandparents five days ago. أنا زرت أجدادي منذ خمسة أيام. عايزين فور مكان مين؟ مكان اجو ماشي المده الزمنيه هي يا اولاد فور فايف دايز ما اختلفناش فور فايف دايز طيب فور من كلمات المضارع التام يبقى عايزين فيزيت يا اولاد تدخل مضارع تام منفي انا لم ازور انا زرتهم من خمس ايام ما زرتهمش من بعدها I haven't visited فعل منتظم my grandparent for five days. Okay, يا أولاد. I joined a handball club, but ولكن lots of matches with my team. I joined ولكن لم أكسب يا اولاد I haven't won. Won يا اولاد نفس بتاع تعوين نحن بنعد one two. I late for school again this morning. the teacher is not angry شايفين يا اولاد is يعني الجمله مش ماضي يبقى انا ايه يا اولاد i have arrived i my foot while playing tennis last week بس خلاص كده last week انا اصبت قدمي injured i injured my foot while playing tennis last week and now I can hardly walk. أستطيع أن أمشي بصعوبة. أربعة Have you ever ridden a horse? No. But ولكن I a camel when I visited a آه. وكمان last year لا ده العملية واضحة أن هي ماضية ولا رود فعل غير منتظم الماضي من رايد. I like your watch. انا عجباني ساعتك هاو لونج طالما هاو لونج يا اولاد واحنا بنتكلم مضارع بالك قد ايه مشتريها هاف يو والتصريف الثالث هاد تمتلكها I go to the cinema since I came قال لك since يجي بعدها ماضي بسيط والناحية الثانية الزمن بتاعنا الأصلي مضارع تام I haven't gone to the cinema since I came to Germany. Where is Basmala? She to the library. She. لو قلنا has been يا ولاد ذهب وعاد she's been to ذهبت وعاد لا هي لسه راي... هي لسه هناك she's gone to the library ذهبت ولم تعد that's a lovely scarf ده اشارب جميل when متى اشتريته؟ وين دو مش هتنفع، يو فيش فعل مساعد، وين did يو باي إت؟ واشتراه خلاص. هو من اخترع التليفون؟ هو invented ذا telephone، حدث وانتهى يا ولاد. Find the mistake and correct it. We go to China in 2010. We go، لما ينفعش يقول يا ولاد، يبقى جو ونحولها إلى ماضي وانت فعل غير منتظم لا يقبل إضافة إيدي My family have visited Brazil a few times have visited لا نقول لك بعد have ما يجيش تصريف أول يجي تصريف ثالث visit فعل منتظم يقبل إضافة إيدي visited I lose my watch two days ago ago من كلمات الماضي الوسيط خلاص يا اولاد يبقى لوز هي يعني الخطا اي لوز هنحولها هنحولها يا اولاد الى لوست استخدم فور وي ستارتد سيتنج هير تو اورز ago شكرا اجو انا عندي المده الزمنيه فور لمده ساعتين طيب فور عايزه مضارع تام شكرا ستارتد لانك انت جايه لنا زياده عشان اجو نمسك سيتنج يا اولاد ونحولها الى مضارع تام هاف سيت سات سات وي هاف سات هير فور تو اورز نقولها الثانيه يا اولاد فور مكان اجو شكرا اجو طيب يلا عايزين زمن الجمله في زمن المضارع التام فعل الجمله الرئيسي اللي مين يا اولاد سيتنج يا مستر ستارتد ستارتد جاي عشان اجو ماضي بسيط يبقى ست شلنا الاي ان جي سات ساد وي تاخدها. هي هاز ستاديد انجلش سينس 2015 عايز ان اهو ان والسنه موجوده اهي يبقى احنا كده شكلها داخلين على ماضي شكرا سينس شكرا هاز مضارع تام تمام يا اولاد يلا نعمل الجمله ماضي بسيط. هي ستارتد بدا studying انجلش in 2015 هو بدا دراسه الانجليزي في 2015 we saw جولي last night احنا شفنا جولي الليله الماضيه عايزين يا اولاد Since يعني اخر مره شفناها الليله الماضيه تمام يا اولاد يبقى احنا نقول ايه we نحن sins عايزه مضارع التام ننفي يا اولاد لم نرى we haven't seen مضارع تام منفي. جولي since last night. منذ الليلة الماضية. اوكي يا أولاد. Speaking exercise. وائل and هيثم are talking about traveling. وائل. Hello هيثم. How are you هيثم? I am fine. Thank you. وائل سأل سؤال. Yes. لازم يا أولاد السؤال يكون بفعل مساعد. Yes of course. It's great seeing new places. Have you ever been to another country? Have you ever been to another country? أو يا أولاد المضارع الزمن كل الدايلوج في المضارع التام. Have you have you ever traveled to an Arab country? I go be yes. Mr. Ben go no. يا عمي راح أبو ظبي. Yes, I have. سألتك بهاف ورد عليا بهاف I traveled to Abu Dhabi. اسألني which country هات فعل مساعد من عندك did و I نحولها إلى يو رجع ترافل إلى أصلها travel رجع ترافل إلى أصلها travel يا أولاد شكرا will I went there last year last year يعني العام الماضي هات أداة استفهام تسأل عن العام الماضي when هات فعل مساعد من اللي انت عندك محتفظ بيهم في جيبك دو او داز او ديد ديد عشان احنا في الماضي ليه يا مستر اجيب من عندي لا يوجد في الجمله فعل مساعد حول اي الى يو حصل رجع وانت لاصلها جو situations ماذا تقول في هذا الموقف انت يو اسك يور فريند اف اساله هل هو هل هي has ever joined a sport club هسألها بهل يا ولاد زي ما هو طلب مني if يعني هل إذا بحولها has إلى have have you ever joined a sport club you want to ask your friend if هل برضو if هل هو has moved انتقل to a new house have you moved to a new house المره دي يو فريند انا في صفحه كام يا اولاد 244 يو فريند صديقك اسك يو يسالك عايزين الرد منك اف يو هاف ايفر سنوركل هل انت ذهبت للغطس يس اي هاف سنوركل 3 تايمز ثلاث مرات يو اسك انت تسال انت اللي هتسال يو فريند ويتش كانتري أي بلد هي أو she traveled to which country have you traveled to you want to know عايز تعرف if your friend سألو has ever played عزف على musical instrument have you ever played a musical هل عزفت على آلة موسيقية have you ever played a musical instrument. You are asked. شايفين يا اولاد الجملة، شايفين الذكاء اللي فيها؟ You ask، لا مش you ask، مش أنت تسأل، أنت تسأل، يعني في حد بيكلمك، أنت ده مبني للمجهول يا أولاد، مضارع مجهول، أنت تسأل، أنت إيه؟ تسأل if you have ever been to لندن. No. ever تحولت لنيفر حد بيسالني هل انت رحت لندن نو اي هاف نيفر بين تو لندن وبكده يا اولاد نكون انهينا الدرس نكمل الدايلوج كومبليت ذا فولونج دايلوج ايمن وونت تو نو وير ممدوح از جوينج تو ايمن وير ار يو جوينج ممدوح ممدوح ايام ام جوينج تو ميت يور فريند نادر بيكوز شايفين يا اولاد بيكوز انا هسال اهو واي لو قلت واي وتسكت ماشي واي ار يو جوينج تو ميت هيم لماذا سوف تقابله جريت Yes, I play the guitar. اه يا أولاد yes. يعني لازم أسأل بفعل مساعد من عندي أنا لأن ما فيش عندي play. أسأل بدو وآي تتحول إلى you وكمل يا ولد. Do you play an instrument? yes i play sa'alni who have you ana yes i have i play the piano now would you like to come with us would you like hal to argue, to have yes i'd love to great let's go i'm sure we will enjoy their situations you want to know if your friend is a can, if your aunt is al-khaltu has ever learned French. اسأل خالته have you ever learned French؟ هل تعلمت الفرنسية؟ Your friend asks you آه ah, صديقك يسألك if you have ever watched horror movies هل شفت أفلام رعب؟ رد عليه Yes I have watched many horror films. Movies بالأمريكا يا ولاد. You ask your friend أنت تسأل صديقك هاو لونج اسأله هاز شي ولا هي هاز دان هيز فيفوريت هوبي هاو لونج هاف يو دان يور فيفوريت هوبي أوكي يا أولاد معانا اختيارات أ إز أ لونج نارو بوت فور وان أور مو أور تو بيبول أي عندنا أولاد وان لم الشب يبقى كانوا يا أولاد زورق طويلة and polly and polly thought that tom was lost or badly uh, آه يبقى حاجة أصابته hurt يا ولاد. Heart يعني قلب. The party was amazing. الحفلة كانت رائعة yesterday and we had a lot of وإحنا عملنا الكثير من fun. المتعة استمتعنا وال حصلنا على كثيرا من المتعة I have a little interested in أنا مهتم قليلا بمادة التاريخ history I called out أنا ناديت loudly but no one could hear me called out You have to يجب أن تتبع follow your father's advice نصيحة أبيك If you want لو أنت عايز تعزف play a musical a musical instrument well you have to practice يجب ان تدرب عليها it I have lost my dictionary. Have you seen it? ما شفتش شوف القاموس بتاعي. I Judy four من كلمات المضارع التام يا أولاد. I have known. I have known Judy. I a new computer. أنا اشتريت كمبيوتر جديد do you want to see it؟ أنا اشتريته عندنا في البيت، تعال شوف. where you go last summer last في الماضي يا أولاد. هاتوا لنا فعل مساعد من عندكم did في الماضي where did you go? I finished my exam finally. I am so happy أنا سعيد يا أولاد. أنا سعيد ده مضارع.

شكرا للمضارع التام haven't شكرا عايزين التصريف التاني يا اولاد مش الثالث. I lost انا اخر مرة wore this shirt a week ago I started to live in Tonta when I was 10. عايزين yeah, since يا اولاد شكرا وين يبقى since مكان وين شكرا started شكرا ستارتد ليه يا اولاد شكرا ستارتد انا بقول لها شكرا علشان انا مش عايز ستارتد انا عايز ادخل الجمله في المضارع التام فين الفعل الاساسي ليف شكرا ستارتد تو لانك انت جايه مخصوص عشان الماضي احنا مش عايزين ماضي اصلا اي هاف ليفد ان طنطا سينس منذ اي واز 10 شي hasn't عايزين نكمل يا اولاد تصريف ثالث the last time اخر مره شكرا five months ago شكرا ago وعندنا مده نقدر نقول four يا اولاد شكرا was جات لنا في الماضي يا اولاد كل الحاجات دي احنا هنشيلها وندخل جملتنا شي hasn't traveled for five months جميل يا اولاد شكرا يا رب ما يكونش طولت عليكم وانتظروني فعلوا الجرس في الدرس الخامس والسادس تمام يا اولاد بالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته